كربون يجين اماني امرينا. اليوم جات لكم فيديو جديد, والفيديو راح يكون 10 انواع من التست. طيب كيف راح نسويه من عجينه واحده, وهذا هو التحدي. كل نوع له طعم ومذاق اخر. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا لايكاتكم سكبرياتكم, وعبرونا لو تحبونا. امي ما شاء الله راح تخرج العجينه. العجينة اللي خلصناها راح نقسم منها جزء او جزئين, شيء نحطه بالكاكاو عشان تستوي الكاكاو, وشيء بنحطه ماتشا. شايفين العجينة كيف نمطها؟ واو ايش ده ما شاء الله. الحين امي بتوزن كل واحدة كل قطعة لحالها. لا اطلع من العجينة نفسها مقدار عشان اعمل فيه الماتشا, وجزء ثاني عشان الشوكولاتة, وبرجع اعجنها من جديد اخلط فيها. فهذه خليها على جنب بسادة. تو حطينا عليها موية, راح نضيفها على العجينة. والحين بتخليه بالخلاط يخلط صح؟ ايه من جديد. عن دقيق وحليب سكر, راح احطه بالميكرويف لمده 4 دقائق بس كل دقيقه, وبعدين اعمله ميكس, بعدين اعمل دقيقه وميكس وكذا انحشى مع هذا. ده بيصير خليط مره لذيذ بعد ما يخرج. انت بتحطي مع نفس الخلطه ولا كذا؟ يعني انت حطيتي خلطه جديده لازم يذوب. لا الحين بحط عليه زبده وسكر. الاول اول عن الفيديو انه انا شكلي تعبانه. يقولوا خسيتي. ايوه خسيت اكيد, بس قولي لهم ايش السر. ايش السر؟ قاعد تعمل دايت ورجيم ورياضة وفايتنج. ايه عملت عملية وخلصت. الحمد لله اللي هي الخفاقة اليدوية. الخفاقة اليدية. يدية. المهم انا ضاعت الغرغة العربية يا جماعة. دقيقة وتقلبي. زبدة مع حليب؟ لا زبدة مع حليب وسكر ودقيق. ثلاث انواع تشيز. مني وقالت لي اني لا انفع. لا بس انت خليتني اشربها بطيئه. يا بطيئه فاهمه نفسي. شربت شوكولاته خمرة ولا لا؟ رغم انه شايفين انت تضاعف حجمها. كم ضعفي حجمها بس كيف اختبار العجينه؟ تضغطوا كذا شوفوا ما رجعت لسه الفتحه مكانها كذا خلاص خامره. بعد نشوف العجينه. درس جديد تتعلموه من امي. مضبوطه. نفضيها من الهواء كامل عشان نبدا نشتغلها من جديد. حجم كبير نقسمه نصين ونتعامل معاه. استخدم الميزان الصغير عشان المساحة. اخي دقيقة انا والله صرت مين. امي سوت كل حاجة وانا لساتني اقطع. نفس التجربة شغالة معاها. والعجينة مية مية ولا فرخ الجمعية. عجينة الكاكاو. غلط. شوف الهواء اللي جواتها عامل طبقات من الهواء. انا ضايع اكل من بعيد. مقرف في الشعر الطويل صح ولا لا؟ انا كاتبه من الشعر الطويل. شوف او نو او عادي 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 او نو 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 هذه السكينه سيئه. لا يا الشوكولاته سيئه يا السكينه سيئه. عادي اول حشوه عندنا حتكون حشوه الثوم. دهنا بالنستلة. لم تزبط معنا. كده شكله بالأخير. هذا التست الثاني. الأول وين وديتي داخل الفرن؟ حطيته يخمر. يا جماعة هذه الحشوات, زيتون أخضر وزيتون أسود, جبنة عادية, جبنة مدخنة, جبنة مخلوط يعني شيدر مع موزاريلا, وهذا جوز الهند وشوكليت, جبنة كريمة, هذا تشيز مع جبنة, وهذه كمان اللي سويته بالميكروويف كل دقيقة مع عجين وسكر وزبدة وحليب. هذا التست الثاني. انظروا كيف تفعله أمي, كيف تملس الحشوة عليه. اوه هذا الشيز والله طعمه لذيذ. سوينا الحشوة هذه الزبدة مع تشيز مع سكر. انظروا كيف تضعه وتملسه. من حفتي يا ماما 20 مرة تقولي لي خلاص كرهت نفسي. انا كرهت النحف اللي انا ما عاد ابغى. برجع من بكرة سمينة. اي
الدوست لازم نطوي كذا، بعدين نطبق زي الدفتر، بعدين يتلف من جديد. لازم تقفلوه بشكل محكم. ليش تحطي اكثر من جزء من الشيز؟ عشان البنات اي نوع عندهم شيز يقدروا يحطوه، ما يلتزموا بنوع معين. طبعا انتهينا من حبتين صح؟ سوينا حبتين. هذه الثالثة؟ هذه الثالثة. امي اغني ليش؟ لا. حتى في الجنة شف على الماري. الحين هذا التوست الثالث، ايش بتسوي هذا طيب؟ حسوي مع الجبنة والزيتون. لازم هذا الدقيق تحطيه بهذا الشكل؟ لانه عجينة التوست نسبة الموية فيها 75%، حتكون تلزق، لازم تعملي شوية. بندلع يا جماعة، امي مدلعتنا بكل انواع التوستات. انا بناكل كذا توستاية بالشيز، واو. يمكن ما يطلع شكل توست. لا شكله توست تماما، انت لازم تبتكري عشان تكوني اروع من اللي برا. شعرك انت كنت تقولي لي شعرك طويل شعرك طويل شعرك طويل شعرك طويل قصيرة. يعني قصيتي يعني خلاص ما عاد يطيب؟ ما يطيب. انا جاية اشرف عليك يا امي. لو لا انت ما بتطلع المواف حقتك. الحين امي هذا التوستاير وحده تكون لازم ولا لازم تحطي التوستاير جنبه؟ لا بين وحده التوستاير. بينفش هذا؟ يبين فيش اجل ايش. وهذا كمان نفس الشيء؟ تتهابل صح؟ لا والله تأكد. الحقي انا اسأل او لا؟ لا. هذا اسمه اضطهاد وغير تعبير عن الحريات. يا حبيبي لا تجي تعلم الحريات عندي، روحي بعيد عني. الحرية الوحيدة اللي ممكن تسويها عندي انك تساعديني بالخبز. والله لو كان بيدي كنت ساعد، بس اليد قصيرة والعين بصيرة. هذا خليط القرفة مع الزبدة، نفردها بهذا الشكل. انا وقت طبخت النكشات شوفوا لونه اخضر. النكشات يعني معناته الشاي الاخضر. كذا تعلموا كلمة جديدة علمناكم. حط عليه شيز كريم. حطينا طوست شاي الاخضر. اشتغل لازم كذا. كل مرة يصير هذا الوسخ صح؟ يا لازم. كذا ثاني مرة البس ابيض. يبين. اوكي. عادة البسه اسود. لا مش شرط. اللي في المخابز اللي يبغى يلبس ابيض ابيض، واللي يبغى اسود اسود، واللي برتقالي عادي برتقالي. الجهة الداخلية دقيق ابيض، والجهة الخارجية دقيق اخضر ولا ايش؟ داخلية اخضر، دي ابيض. في ناس يسوي كذا؟ ها في توست كذا. جربتي ولا هذه أول مرة؟ لا والله أنا ما جربته، بس أنا شفته كثير يعني في الأفران. تعرفي إني أحب على طول أشوف فرن وفي منتج أو توست أو كذا، أشوف رائج هنا أروح مصوره وأخذه وأخذ اسمه أبحث عنه أشوف طريقته وأبدأ. طيب هذا بينتفش نفسه كبير. لا لا شفتيني قسمته؟ حطيت نص الكمية من هذه ونص الكمية من هذا، ولا ما ركزتي؟ هو نفس الكمية. هذا ما بتحشي شيء؟ لا كذا لون هو كذا. والحين هذا التوست الأخير. هذا بيكون دايب صح؟ هذا توستاية الشوكولاتة. التوست الأخضر بتسوي سادة ولا كيف؟ لا سكر زيادة. هذا ديكوريشن ديزاين. ديزاين. ثم تضع هذا الديزاين. هل تظنين انه سوف ينجح؟ نعم. هذه اول مره تسوي هذا التوستات صح؟ ايه. ليش؟ لانه انا اما كنت اروح اشتغل معاهم في كوريا وكذا تلقيهم يبدعوا يخترعوا الحاجه، ما يستنوا انه يقلدوا، عشان مليان مليان محلات لازم انت تجيب لمستك الخاصه، التتش بتاعك انت عشان تشتغل في السوق الكوري. اذا قعدت تقلد بس ولا متخوف من اللي بتسويه ما راح تنجح في كوريا. لو في واحد يحب الاشياء التقليديه في كوريا، في ملايين من الناس اللي يحبوا الحاجات الكريزي، حاجات التجربات المجنونه. يعني انت لازم يكون عندك ابتكارك الخاص. ايوه. على فكره هذا صنع من ابتكار امي، بالنهايه لا حد يسرقه وبعدين يقول حقته، هذه امي سوته. لا عادي سووه، انا اللي سويته بس بسوي غيره عادي. عجينه الشوكولاته وقعت عليه بصمه، صار عنده شامه، عجينه مولوده بشامه. احنا لما يضع في بطننا نعرفه من الشامه. شوف الشامه. امي خسيتي يا بنتي هدئي. عشان اخليك تستحي كذا. هذه اخر توستاتتين. كيف جبتيها توستاتتين؟ ليش هم يقولوا توستاتتين؟ لا
ما يقولوا تستاتتين. يعني زنتين. أبدا مش تستاتتين. هي بنفسها تجي إيش كوكتيل. إيش رأيك؟ يب شكله حلو ألوانه. واو إيش ده؟ إيش ده إحنا بنتدلع. دلع يا كايدهم. الدلع يا كايدهم. خليهم يشوفونك خليهم يشوفونك. شكلنا لكم توست وكمان بالقوالب يعني ما عندكم حجة. أي نوع توست بتسووه تقدروا تسووه. مكونات موجودة عندكم في البيت. أكثر شيء اللي حطيناه مكونات موجودة. وفوق ذلك لا تقول القالب ثاني ولا شيء. عملنا 3-4 أنواع قوالب. أنتوا حرين عملوا اللي تبغوا. لو ما فيش هذه القوالب في القوالب هذيك الألمنيوم شغالة. حلوة مرة القوالب الألمنيوم. والحين خلصنا كل شيء فحان نجيب الأشياء ونلم بعض الأكل. هنا شايفين شكله بعد ما تضحف حجمه. الحين نفس الحفارة البيضة عن بياض البيض. أنا ما أعرف كيف أسوي بس الله يعين. هنا ندهنه بالحليب. ليه يا أمي نفصلهم؟ عشان إحنا شريرين. إحنا ما نحب الناس الحفيدة. ما نحب الاجتماع. نحب نفصل. طبعا عشان إحنا محتاجين صفار البيض ما محتاجين بياض البيض. الحين نخلط الحليب مع الفانيليا ونحط الفانيليا وهذا كمان طالع زي ما انتم شايفين نحطه الحين امي سوت لنا ايش اسمه ملفوف ملفوف انه الملفوف اللي فيه واو شوف 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 واو تستاي نحط عليها سمسم. واو فكرة التستاي حلوة. هي أمي تحطه حليب وصفار البيض. اكتساب اللون الجميل للتوست أو المعجنة. يلو كرة بسرعة عشان ما يتحرك. يا واو انتفخ مرة. ايش ده يا أمي؟ هذا زبدة بدقيق لوز ودقيق الأرز. هذه الخبزات اللي باقي حاليا قاعدة تتخمر. واو شوفوا كيف شكل المنظر. هي بتدخل بعد شوي. خليني أجيب بسرعة. عمل جاي القطط لما ينقضوا شيء. الحين خلصنا 3 توستات. اتمنى تدعموا هذا المحتوى عشان نسوي محتوى اكثر ونسوي انواع المعجنات وهذه الاشياء والاكلات الكورية. واو شوفوا 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 واو شوفوا هذه المعجنات سويناها كلها 10 انواع بس من 10 انواع من التوستات وكل واحده لها حشوه معينه وتشكيله معينه. قطع كله صوت يا اخي ذوبني صوت بس ها واو ايش ذا يجي تضرب خفيف يطير والله واو ايش ده هو اصلا ما عاد يحتاج الحركه هو خفيف اصلا امي حاسه مبسوطه انه سوت هذه النتيجه لانه انا احب الانجاز طبعا هذا اللي فوقه كانه بسكوت اي والله رقيق هذا كله تسوية امي تسويتها سوتها البسكوت هذا بسكوت ايه يشبه البسكوت شوفي واو اهم شيء الجزء الداخلي حشوتها مره خطيره مره واو كل هذا تشيز يا توست هي نفس التوست بس القالب صغير هو توست واحد بس القالب بالجبنه شوف الحركه هذه تنقطع من السكينة تنقطع بهذا الشكل شوفوا شوفوا الإبداع يا أمي
هذه خبز الثوم. وات، هذا مر خطير. ايش هذا؟ قرفة صح؟ لوز مع القرفة. واو، هذا بالشوكولاتة. الشوكولاتة الغريبة انه الجزء الخارجي ما مبين، لكن لما تفتحيه تنصدمي به. اقولك ما خفي كان اعظم. هذا اختراع امي الصغير. واه، ايش هذا؟ شكله بيسيح. الشيز قاعد يسيح. بعدين التست في مكانه. ايوه واقف كبير ضخم، وكله من جوا مجوف وكله حشوات. انتي يا تاسم الوحيده اللي جات تاكله ولا ايش؟ اصلا الوقت متاخر. وطي مره حلو. تمام، شوف شوف كيف تاكل، تقول لحمه. الحين حان وقت التذوق، مش ضروري يكون شكل بس ومدن تذوق. طعمه بس يزنر. لازم طعمه حلو. شوفوا 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 كريمة. لا كريمة طلعت من ورا. حسيت اني شايل من اللذة.